فملف التهدئة أعتقد أن ملف التهدئة سيسير بطريقة سلسة وسنصل إلى مرحلة تكون فيها تهدئة. بعض النقاط المطروحة وهي هل تهدئة بدون فترة زمنية محدودة أو محدودة؟ الفصائل هنا تطالب بأن التهدئة تكون بدون فترة زمنية، تكون مطلقة، تكون بحيث أن أي اعتداء من الاحتلال سيواجه بالرد مباشرة من قبل فصائل المقاومة، وبالتالي لا يوجد زمن محدد للتهدئة، لا 5 سنوات ولا 10 سنوات ولا شيء أبدا. الجانب الإسرائيلي مع المصريين اتفقوا حسب ما سمعنا من المصريين أن تكون هناك تهدئة لمدة عام وتفتح المعابر ومعبر رفح بشكل طبيعي، إلا أن هذا الأمر لم يتم عرضه للنقاش في الفصائل نفسها.